الكويت بلد كان في الماضي ملاذاً للراغبين، جاءوا إليه وسكنوا فيه وعمروا أراضيه، فأصبح في الحاضر درة للقاطنين. بلد امتزج حاضره بماضيه، فتوسع عمرانه وعلت مبانيه، وتنوعت الثقافات فيه، فأصبح منارة للحالمين بمستقبل أفضل. بلد مع صغر رقعته وقلة مساحته وشح موارده، إلا أنه استوعب جميع سكانه ووفر لكل بيئته. فهناك خليج كبير، جزر متعددة، وصحراء شاسعة وفرتها طبيعته لسكانه كالإنسان والحيوان وحتى الحياة الفطرية. فنبضت منها روح الكويت الطبيعية. في الكويت كما في مختلف بقاع العالم، تزدهر الحياة البرية والبحرية، فموقعها في شمال الخليج العربي منحها تميزاً واسعاً وتنوعاً فريداً في الأحياء الطبيعية، فأصبحت بيئة خصبة لعيش وتكاثر العديد منها. عندما تتراجع مياه البحر وتظهر رمال الشاطئ أثناء الجزر، تسقط عليها أشعة الشمس الذهبية وتتغلغل إلى بيوت سكانها الخفية، فتدب الحياة في تلك المنطقة، ويخرج قاطنيها من بيوتهم ليمارسوا حياتهم الطبيعية من سرطانات البحر العديدة والقواقع والأصداف المختلفة وأسماك نطاط الطين المميزة. سمكة خارج الماء؟ نعم، إنها البوشليمبو نطاط الطين. سمكة مختلفة عن باقي الأسماك، سمكة تعيش في الماء ولكنها تقضي معظم فترات حياتها خارجه، سمكة خلقها الله لتكون برمائية. يوجد منها ما يقارب 50 نوعاً حول العالم. في الصباح الباكر تخرج مجموعات كبيرة منها للتعرض للشمس وأشعتها، وتقوم بتنظيف منازلها وتبحث عن قوتها. فهكذا تمارس هذه الأسماك أنشطتها اليومية. عندما تخرج أسماك نطاط الطين من بيوتها، على عكس ما يقوم به الغواص الذي يحمل اسطوانات الأكسجين وينزل بها في الماء، تملأ أسماك نطاط الطين خياشيمها بالماء المحتوي على الأكسجين وتخرج إلى السطح، وكلما نفد الأكسجين منه تقوم بتجديده، كما أنها تحصل على الأكسجين بطريقة أخرى، فهي تستطيع أن تتنفس عن طريق جلدها، فتراها تقضي وقتا طويلا من يومها تتقلب على الطين حتى ترطب به جلدها. قد يبدو لنا الطين شيئاً لا يجب الوغول فيه، ولكن بالنسبة للبوشليمبو فهي وجبة شهية، وبما تحتاج إليه من العوالق والفطريات غنية. ولنطاط الطين عيون فوق رأسها، مما يسمح لها أن تنظر لمحيطها نظرة بانورامية،
ووجود عيونها أعلى رأسها أعطاها ميزتين. أولاهما أنه يسمح لها بالتحرك تحت الماء وعيونها خارجة، والثانية أنه يمكنها من النظر باتجاهات مختلفة في آن واحد، حيث يمكن لكل عين أن تتحرك باتجاه مختلف عن الآخر. وإذا ما جفت عيونها أغمضتها لترطبها، حالها في ذلك حال البشر. ولأنها لا تمتلك أرجلاً، فهي تستخدم زعانفها السفلية والجانبية للتحرك والمشي والقفز، لذلك سميت بنطاط الطين. تختلف أحجام البوشلمبو، فمنها الصغير ومنها الكبير، وعادة ما تكون الإناث منها أصغر حجما من الذكور. للذكور مناطقها المحددة، وتعمل على حمايتها من أي دخلاء. هذا ذكر يافع يحاول أن يبسط نفوذه على هذه المنطقة، ولكنه لا يعلم بأن هذه المنطقة يسيطر عليها ذكر آخر. يبدو أن الذكر اليافع يبحث عن مشاكل. ينتبه الذكر المسيطر لوجود خطر قريب، فيقوم برفع زعنفته الظهرية لإخافة الدخيل. إلا أن الذكر اليافع يرفض الرحيل. يزيد الذكر المسيطر من وتيرة تهديده، فيفتح فمه ويرفع زعنفته. يقابل الذكر اليافع المغرور بعنفوانه التحدي بالقبول، ويفتح بدوره فمه ويرفع زعنفته، ويدخل مع الذكر المسيطر في صراع مرير، ويشتد العراك وتحتدم الضربات. ولكن هيهات، كيف لعنفوان الشباب أن يهزم خبرة سنين؟ فيقرر الشاب الصغير الانسحاب وتأجيل المواجهة لوقت آخر لعله ينتصر. يبدأ الذكر المنتصر بالتقلب على الطين لترطيب جلده وجعله لزجا مرة أخرى. ولكي يكافئ البوشلمبو نفسه على الانتصار، فإنه يبدأ في البحث عن زوجة في الجوار، فيقوم برفع زعانفه لأعلى، ويقوم بالوثب وعمل حركات بهلوانية كأنه يرقص، وذلك من أجل لفت انتباه الإناث التي عادة ما تقف على مداخل جحورها وتراقب المكان، إما حماية لجحورها المليئة بالبيض أو بانتظار شريكها. يظن هذا الصغير بأنه هو صاحب هذه المنطقة والمسيطر عليها، ويفتعل المشاكل المستمرة مع كل من يمر منها، فلا يقبل بمرور أي سمكة دون الخوض معها في قتال ونزال. ها قد مرت سمكة كبيرة، فذهب ليهددها ويفتعل الشجار معها. يبدو أنه لا مجال للتفاهم السلمي، فيبدأ التهديد وتحتدم الضربات. ولكن السمكة الكبيرة لا وقت لها للعب والمزاح، فتنسحب من هذا النزال وتترك المنطقة لهذا المتهور الصغير. عندما يقترب أحد المتطفلين من جحر ما، فإن صاحب الجحر يسارع إليه ليطرده ويخرجه من منطقته. وما أن يتأكد من خروجه، يعود صاحب المكان إلى حيث كان. وقد يلجأ بعض الذكور إلى وسيلة أخرى لتهديد الخصوم، فبعد أن يشتبك الذكران
يقوم أحدهم بالاستدارة وتحريك زعنفته كأنه يقول للذكر الآخر هيا ارحل ولا تعد مرة أخرى، فيتراجع الذكر الآخر ويغادر المكان. جحر نطاط الطين ليس مجرد بيت تحتمي فيه، فالجحر يكون على شكل حرف واي، وفي نهايته توجد غرفة صغيرة يخزن فيها البوشليمبو بيضة. ولسوء الحظ فإن هذه الغرفة قليلة الأكسجين، مما يضطر الذكر أن يخرج من الجحر ليملأ فمه بالماء الذي يحتوي على الأكسجين، ويعود مرة أخرى ليطلقه في الغرفة، ويكرر هذه العملية مئات المرات حتى يفقس البيض. سمكة نطاط الطين تقع ضمن سلسلة الغذائية لبعض الكائنات الحية ومنها الطيور. هذا طائر البلشون يراقب البوشليمبو من بعيد متحيناً الفرصة للانقضاض عليها. تشعر أسماك نطاط الطين بالخطر ولكن لا تعلم ممن أو من أين، فتدقق النظر، تقلب عينيها يميناً ويساراً وفي جميع الاتجاهات. يقترب طائر البلشون بحذر، يزداد توترها، فتقوم بالتحرك والوثب بسرعة محاولة حماية نفسها والوصول إلى جحرها، ولكن لم يحالفها الحظ هذه المرة، فقد سبقها طائر البلشون وأصبحت وجبة دسمة له. تقوم صغار نطاط الطين بحفر جحورها الخاصة بنفسها، فتقوم بملء فمها بالطين وتخرج لتقذفه خارج الجحر. وهذه الجحور بحاجة إلى صيانة مستمرة نتيجة لعوامل المد والجزر. يبدو أن هذا الصغير مستمتع بعمله، أما هذا فقد وجد له طوافة ركب عليها، وكلما ارتفع المد نحو الشاطئ انتقل معها. من الواضح أنه يرغب بالوصول إلى البر. عندما بنى الكويتيون قبل عشرات السنين مدينتهم القديمة، كانت الطبيعة حولهم بالبر والبحر بالحياة مفعمة. وعلى مر هذه الأعوام استمر هذا التناغم بين الطبيعة والإنسان، فساهم في استقرار هذه المنطقة وازدهارها. ولهذا ومن خلال هذا العمل عرضنا جانبا بسيطا من عجائب الطبيعة في الكويت، وذلك للتأكيد على حمايتها والمحافظة عليها لسنين وعقود قادمة، حتى تستمر في النبض روح الكويت الطبيعية.